قبل ما بدأوا اخوت ما تنساش ما شاء الله تبارك الله، راكو عارفين اخوت العين علينا حق، وراكو عارفين يعني اي حاجه كتصرى عندي هنا في الصومبره كنبارطاجيها معكم. يلا دينا فيديو. يو السلام عليكم اخوتي، واش راكم خير بخير؟ ان شاء الله تكونوا كاملين كاملين باحسن حال. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. شكرا لكم بزاف على السيبور ديالكم، لي كومونتير زوينين، شكرا لكم بزاف بزاف. لاول مره كيتفرج فينا هو دل تحت وطلع ابوني وطلع الزر ديال الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. وما تنساش تدخل عندي الانستغرام، هذا هو انستغرام، وهذا هو الفيسبوك. راه كل نهار كل نهار كنحطوا لي ستوري ديال الطيور. الخوت سمحوا لي ما بقيتش كندير لي فيديو، علاش؟ على حساب الخدمه في الصيف كتكون شويه شارجي، وباش ندخل انا ندير هنايا شي فيديو بالنسبه للطيور، الماكله ولا شي حاجه التغذيه ولا كذا ولا كذا، ولا عاوتاني باش نمشي للسوق. يعني الصراحه الصيف كتكون فيه شويه ديال الخدمه، يعني كيكون بريسي في الخدمه، هادشي علاش ما نقدر ندير حتى شي حاجه. ليا ليا ان شاء الله حنا كنستعدوا الموسم ديال 2023 للفراخ ديالنا. الصراحه من الفراخ ديال لي كالوسات لي بيس كاملين بعتهم، بقاو لي كوبل يعني واحد صغير واحد كبير، الفيشر عندي واحد ثلاثه ديال الفراخ. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه معانا، يعني راني غادي نعلق هادشي كامل هنايا، غادي نعلق هنا في الحيط وغادي نعلق هنا في الحيط، يعني راه واصل حتى لهنا، واصل حتى لهنا. غادي نعلقوا الفراخ ديالنا وغادي نشوفوا شنو حنا موجدين في هذا الموسم. الصراحه كما قلت لكم راني موجد غير لي كالوسات. غادي نشوفوا الطفرات ونشوفوا كيفاش غادي نوجدوا لهم يعني الموسم 2023. المهم الخوت كلهم راني حاطهم هنا في اللط باش نصايب شويه الحيط عاد نردهم هاهم ونوريكم كل شيء بالديتاي ان شاء الله. المهم الخوت هادو هما الفريخات ديالنا، اللهم بارك ما شاء الله. هذا راه عندي خاوي وهنايا حتى هي راه خاويه، غادي نجيب واحد الكاج بحال هذا غادي نديرو هنايا ان شاء الله. الفراخ اللي عندي كاين البلاك الباستل، اللهم بارك، فيشر نورمال، هادو كلهم مدريسين، دخل هادو كلهم مدريسين، ولكن ما بقيتش كنديها فيهم ولاو صوفاج شويه، اللهم بارك. كاين هاد الذكير هذا ما عرفش اش من طفره هذيك واقيلا. المهم بالنسبه للطفرات ديال لي بيروش تنساولي نهائيا، تنساولي هذيك بحال اللي كانت عندي الى عقلتو ماستلي، كانت عندها الفراخ بحال هذيك. هذا بورجيلا، هذا ما نبيعوش وما فرطش فيه واخا عطوني كلشي، لا مسكين ياكل عندي يشرب عندي راه عايش، اللهم بارك. او الشرخوت ما عندوش رجيله، عنده غير رجل وحده وكيصفر كيلعب نورمال. هاد راه مدريسيه وهذا مدريسي، اللهم بارك. كاين ثلاثه د الفريخات هادو تحاسبهم باللي ديكوره، هذا راه يمكن راه طالع انتيو وهذا راه طالع ذكيه، وراني عاد شاك اني يعني مازال ما بانوا مزيان كاع، واخا الديل ديالو راه صافي، ولكن المهم خصني عاد نفيريفي مزيان. دخل 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 دخل، هذيك بيرل ايزابيل هذيك ما مدريسياش ولكن طالعه بواحد 7 ايام ولا بحال هكا، طالعه بالافانتين، هادو طالعين ملي كانت عندهم 18 17 يوم، اللهم بارك ان شاء الله. الكوبلا ديال الروس خالتي خضراء محبوبه الجماهير، شكون اللي يعرف خالتي خضراء؟ خالتي خضراء، خالتي صفيرة، خالتي صفيرة راه شوية مريضة الصراحة، كانوا دابزو تما، كانوا دابزو ولا ما عرفت شنو، كتمشي تنت في راسها ما فهمتش كاع لي ستوار ديالها. طلعي ايه طلعي، هادي خالتي خضيرة، ما تزوجو ما خلونا نزوجوهم فين؟ طلع حنا، طلع طلع، اجي اجي طلع. المهم الروز يمكن غادي نبيعهم، هادو جوج كوبلات الله اعلم يمكن غادي نبيعهم،
غادي نخلي عندي لي كاروبسات ونزيد الكوبلات ديال الفيشة ان شاء الله. كاين هاد الكوبله، هذا فاس بلون، هادي بيل ايزابيل، هادي مدريسيه اللهم بارك. اح طلقي هنايا جوج فلوخه. هادو يمكن طالعين جوج نتاوي، حقاش راه عندي نتاوي، راه عندي بروبليم ديال نتاوي بزاف هنايا في الشومبر، مازال ما تريتيتهم. تقول قول عندهم بحال هكا 5 شهور حتى 6 شهور، يعني مازال ما بانوا مزيان كاع. هنايا اللهم بارك كوبله ديال الالبينو نتيوا اللهم بارك. هذا راه طالعه بالدريساج، لا عقلتو هذوك جوج فروخه هي وهادي، هذا راه كوبله هذاك الذكر وهادي نتيوا اللهم بارك. هذا ولا يخاف مني، هادي لا حقاش راكو عارفين خوت فهاد الصيف كتكون الخدمه شارج عندي، ما كان ديهاش فيهم تقريبا، كانت الماكله والماء تشماش كذا اللي كما كانت ديهاش فيهم. هادو تا هما طالعين بالافانتيان، قول سيمانه ولا ما كاملاش يمكن 3 ايام ولا 4 ايام صافي موراها نورمال، يعني ولاو كياكلوا. قول ما مدريسيانش، يعني راه دريساج راكو عارفين خوت من الصغر، يعني بالنسبه للدريساج راهم صغار، يعني هادو تقرب لهم يديك ولكن يهرب. هادي راها طالعه كوبله الذكر واقيلا هذا مانيش معلمهم مزيان، الذكر هذا ونتو هذا. اللهم بارك كرون طاي وتاج، كلشي على التاج وكلشي على الفيل ديالو. فينا طلعنا هاجي بعدا راك دير لي شويه عوين. خوت عندنا هنايا الصهد في وجده، غادي دابا غادي نرشهم شويه بالماء باش يرد عليهم شويه ديال الماء. موراه الماء في هذه الوقيته راه شويه صعيب، يعني خاصك تدوش لهم الماء راه خاصني نبدلو لهم ضروري، الماء راه خاصني نبدلو لهم، راه سخون راه سخون، غادي ندير لهم الماء. بالنسبه للماكله الخوت، يعني اشنو كنعطيهم، كنعطيهم الزوان ميلونج بالزريعه، وكنعطيهم الزوان الطوير، وكنعطيهم الزوان الكركب، يعني هادو ثلاثه الزوان الكركب. البارح كنت كنعطيهم الخضره، يعني كنتهلا فيهم بالنسبه للخضره، يعني الطيور ديالك ضروري ما تهلا فيهم، لا بالنسبه للخضره لا بالنسبه للفروي لا بالنسبه لكل شيء. اش سي بابلو لا فريكوس هذا، اللهم بارك ما شاء الله. دابا الخوت غادي ندوشو لهم شويه، سولوني جوج ديال الدراري فوقاش كنبداو الموسم ديال الانتاج. صراحه انا كنبدا يعني الدراري كاملين كيبداو في شهر 9، ولكن انا غادي نخليهم حتى شهر 10 عاد باش نبدا ان شاء الله الانتاج، حقاش عندي شي فروخه بحال هادو قول عاد 6 شهور بحال هكا، وهادو قول 6 شهور حتى هما. بالنسبه لهذوك راه كوبله باينه، هذه راه كوبله باينه، هذه اللي عندي فيها الشك وهذو اللي عندي فيهم الشك. لا والله فيديو ديال هذا النهار الصراحه يعني خفيف ظريف، يعني نوريكم شنو كاين. واحد الحاجه اخرى خوت، ما تنساوناش بالبركه، بركه البركه البركه، الله يسخر اخويا السيهم. ما تنساش تدخل عندي الانستغرام، هذا هو الانستغرام وهذا هو الفيسبوك، راه كل نهار كل نهار كنحطوا لي ستوري ديال التيار. خوتي شكرا لكم بزاف تهلاو لي فراسكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.